الحب. كي تسمع كلمة الحب كل واحد واش يجي في باله؟ كاين اللي يجي في باله الكذب، كاين اللي يجي في باله الخدع، كاين اللي يجي في باله يقول لك ما كاش منه الحب، خرافات. كل واحد وعنده نظرة عن الحب. الحب يجمع أربعة أنواع غادي نتكلم عليهم اليوم، وانت تصنف علاقتك وحبك من هذه أربعة أنواع. معناتها تصنف علاش تبغي حبيبك ولا علاش يبغيك من هذه أربعة أنواع. كاين يقولك ما كاش منه الحب منذ القدم، دليلا على ذلك حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة. هذا أنقى وأسمى وأطهر حب عرفته البشرية. نبدأ بالحب الأول يا جماعة، هو حب الأفعال. يقولك علاش تبغي فلان؟ معاوني، يوقف معايا، اللي تخصني يجيبها لي، اكسيتيرا. أفعاله خلاتني نبغيه. هذا الحب الأول، وهذا الحب زائل بزوال أفعال هذا الطرف في رونديلي لي سيرفيس بغيته. معناتها نحبس ما نزيدش نبغيه كي يحبسو لي سيرفيس تاعو تو سامبلومون. نروحو للحب الثاني، وهذا أعفن حب، اللي هو نحب شخص المال. معناتها يحبك لأن عائلتك أغنياء، ولا يحبك لأنك خدامة وباغي دراهمك، ولا تحبيه لأنه عنده سيارة فاخرة، ولا عنده مكانة مرموقة في المجتمع وولد فلان بغيته. وهذا الحب يسمى بحب المصلحة، وهذا حب زائل بزوال هذه سيارة ولا هذا المال، ولا ما بغاش تعطيه دراهمها ولا غادي يطلقها ويحبس الحب هذا. هذا هو حب المصلحة يخطيكم منه، راه منتشر بكثرة، هذا مرض. نروحوا للحب الثالث اللي هو حب المظهر. هذا الحب راه منتشر بزاف، اللي راه شائع في وقتنا، انك تحبي واحد لانه جميل، ولا تحب واحدة لانها شابة وشعر مطلوب وكسيتيرا، كنت عارفه بلا ما نقولكم. هذا الحب ماشي دائم، وهذا سيزول بزوال جمال هذه المرأة. معناتها كي تكبر غادي يروح الجمال تاعها، ما غاديش يولي يحبها. واذا لقى واحدة شابة عليها غادي يبدلها النورمال، واذا لقات واحد شباب عليها غادي فاني تبدله، ماشي مشكلة، لانها تحب الجمال ما تحبش هذا الشخص. نروحوا للحب الرابع والاخير، اللي هو انقى واسمى واجمل وافضل حب. معناتها كي تقول لك علاش حبيت فلان، لا والله ما نبي انا شي بغيت، وانت تقول لها علاش بغيتي، تقول لك ما على باليش علاش نبغي، نبغيه لي روحه، احساسه، كل شيء فيه يعجبني. بصح يقول لك ما فيش حاجه تعجب، بصح كل ما انا كل شيء فيه يعجبني. انت يقول لك علاش بغيت فلانه، ماشي شابه ما على باليش انايا، ما الجمال ما عندوش مقاس، الجمال ماشي جمال المظهر، هو المال وأفعال. كاين واحد الصوالح في الجمال يعرفهم اللي حب، مثلا حب عنترة لعبلة. عبلة أحبت عنترة، عبلة كانت فائقة الجمال، وعنترة كان عبد وحبيته. لماذا أحبته؟ كاين واحد الصوالح فيه ما يكونوش في الناس وخد أخرين. اللهم ارزقنا هذا الحب الطيب الصافي النقي الأفضل، هذا الحب اللي يخليكم تشيخوا مع بعض. هذا ما فيه لا مصلحة لا مال لا أفعال، هذا حب صافي ونقي. هذا إذا بديت تبغي الشخص الآخر غادي تبغيه حتى للممات، لأنه ما فيش جمال وغادي يزول، وما فيش مال وغادي يروح، وما فيش مشاكل. تبغيه لكل ما فيه، تبغيه بكل سلبياته وإيجابياته. لمجرد أنك أحببته ستبقى تحبه إلى الأبد. بارك الله فيكم، اللهم ارزق كل واحد مثل هذا الحب. دمتم رولي يا قلبي رولي، كنت عارف هذا اللي غادي يدي لي بروبليم، نبكي عليها نبكي، عندي غير هي وما عنديش الدوزيام، مامي نعطيها مامي، نقولها لك ونزيد يا عمري باردون، مادا بيك ولي عندي ايرجون، انا بلا بيك راه كاتني تخمام.